ممثلة إلسا صغيب، أهلا وسهلا فيك عبر موقع الفان. اليوم عم بتشاركي بالجزء الثاني من مسلسل مافية بشخصية صباح اللي أديتيها بالجزء الأول، فشو حنشوف من صباح بهيدا الجزء؟ هلأ صباح بهيدا الجزء رح تكون مختلفة تماماً عن الجزء الأول. تغيرت ورثت 4 مليون دولار، غيروها ماني توكس يعني غيروها، وهي صارت شخص بطلت ضد العائلة. يعني هي قبل كانوا نابزينها، كانوا نافرين منها من وراء القصة اللي هي بينها وبين بيها بالأساس وبعدين جوزها. هلأ صارت أكتر مع العائلة، مع مشاكل العائلة، وبتوقف حدهم كلهم. يعني هلأ صارت صباح هيك. طب هيدا الجزء إذا بده يشجع الناس لأنه يحضروا الجزء الثاني، لأنه في بعض الأعمال اللي انتقلت من الجزء الأول للجزء الثاني الناس ملت، برأيك الناس حتتشجع أنه تحضر هيدا الجزء بالنسبة لأحداثه الجديدة؟ إيه، لأنه هيدا الجزء اللي منه حاضر الجزء الأول في تابع ويفهم. هيك الكتابة صايرة، يعني الكاتبة كلوديا مارشيليان عم بتحط وعم بتكرر ببعض المحلات أحداث صايرة قبل تيقدروا يتابعوا العالم اللي مش حاضرين. واللي حاضرين الجزء الأول ما بفتكر رح يملوا بالجزء الثاني، لأنه ما في تكرار. يعني الأحداث مش نفسها، في كتير أحداث مضافة، في قصص عم بتصير مش متوقعي، مش حيكونوا متوقعين العالم. نحن حتى لما قرينا كنا مش متوقعين أنه هيك رح يصير. بقى في كتير قصص رح بتحمس العالم تقرأ بعد تحضر أكتر. والمسلسل بيجمع عدد من النجوم، وإذا فينا نقول هو عربي مشترك، يعني نجوم من سوريا ونجوم من لبنان، فبرأيك قديش هيدا الشيء مهم، وخاصة بالنسبة لإلك أنت كممثلة إلسا صغيب أنه يعطيك انتشار عربي، قديش بهمك هيدا الشيء؟ طبعا، لانه على طول الخليط بالعمل لما بيكون في عندك اعمال مختلطه بين مثلا سوريا، مصر، لبنان والبلاد العربيه، يعني عم بيعطي غنى اكثر للعمل بالاول وانتشار اكبر للممثل هو كممثل بحد ذاته، لانه ما بيكون بس عم يحضروه على صعيد لبنان، عم يحضروه على صعيد دول غير كمان. مثل ما بنعرف انه اعمالك قليله نوعا ما، فهل هيدا الشيء له علاقة بعائلتك؟ يعني العائلة يمكن تعطيها أولوية بتأثر على عملك؟ طبعا، أنا أم لولدين، بنتي عمرها 4 سنين وابني عمره 1.5 سنة، وأكيد هني أولوية بحياتي. يعني بطبيعة الحال الأم بغريزتها بتعطي أولوية لعائلتها ولولادها، وهذا هيك مفروض. يعني بقى أنا بنتقي أعمالي اللي بقدر أعملهم، اللي بحسهم أنه أنا فيني أقدم على العمل شيء، لهيك بكون مقلة باختياراتي، وكمان مشان ما أكون مقصرة على عائلتي بمالي تاني، لهيك بنعمل مسلسل بالسنة وبنقول كتر خير الله. هل ممكن توصل إلسا صغيب لمحل تقول أنه أنا خلص بدي أترك مجال التمثيل؟ لا، لأنه التمثيل عندي منه مهنة. التمثيل عندي أنا درستها بالجامعة، هو كان شغف من أنا وصغيرة وبستمتع بهذا الشغل. يعني هو عندي متعة أنا عم بصور. لا، ما بحس أنه رح اعتزل أبدا. أولادك تنصحيهم يخوضوا هيدا المجال؟ إذا عندهم الموهبة إيه، بس إذا حسوا أنه أنا بنتي مثلا بدها تتطلع بأمها بكرة لما تكبر أنه شو عم تعمل وبتطلع على التلفزيون وأنا بدي أكون مثل المامي بس لأنه بدها تكون مثل المامي، لا. بس إذا عندها الموهبة إيه، أكيد بشجعها وبتجرب. بالنهاية هي الحياة هو الفرد بشخصه، يعني بحد بي بي بنفسه هو بيقرر شو بده يعمل بحياته، ما في حدا يقول له لا فيك تعمل هيك أو ما فيك تعمل هيك. حبت ما حبت بتغير ساعتها. حضرتك عم بتشاركي بالثورة، فإذا أنت كممثلة إذا أنت في شي دور معين إجا براسك بدك تأديه بعمل معين، شو أول فكرة بتخطر على راسك؟ ربطت الثورة بالأعمال، يعني بالعمل الفني، يعني ريليتد للثورة. هلأ بطبيعة الحال later on رح ينكتب قصص عن الأرض اللبنانية وشو عم بيصير وليش العالم اللبناني انتفض وليش شو المطالب اللي بدها تصير. أكيد هيدولي قصص بدنا نحسهم بعدين على أرض الواقع وعلى المسلسلات. بقى إيه أكيد، وهيدولي part رح نكون منهم لأنه رح نرسم بعدين تاريخ رح يمثلنا كلنا لقدام.